هذا. وانضم الينا دكتور مدحت الصالح استاذ التنميه المستدامه. دكتور مدحت اهلا بحضرتك، برايك كيف تسهم مدينه سايلو فودز الغذائيه في توفير السلع الغذائيه للمواطنين والمساهمه في ضبط الاسواق؟ تحية والاحترام لحضراتكم جميعا والاهل مسبيرو. ما فيش شك ان الاسهام في احداث او في تحقيق التنميه المستدامه سيكون اسهاما حقيقيا. يعني ما شاهدناه اليوم 9 مصانع بمعنى كلمه 9 مصانع في مجال الاغذيه وما الى ذلك بالاضافه الى ملحقاته. نعم. هم بيحققوا ابعاد التنميه المستدامه بالفعل، الابعاد الاساسيه الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه. شفت ده موجود النهارده، شفت جديه في العمل في المصانع، في التغليف، في الحاجة، في كانه وحده وحدات، مدينه بالحق يطلق عليها المدينه الصناعيه. وعلى فكره اللي حاصل قدامنا ده من مصانع المكرونه لمصانع الطحين للحلاوه الطحينيه والطحينه والمخبوزات والشوكولاته لا تم في 16 شهر. يعني احنا بقينا دلوقتي من المرحله الاولى، من لحظه الافتتاح المرحله الاولى حتى الان حوالي 16 شهر حضرتك. فترة قياسية طبعاً. طبعاً في عمر الزمن وفي عمر التنمية المستدامة حاجة قليلة. وعلى فكرة مفيش قائد أو حكومة هي هاف سويتش أون سويتش أوف، يعني هو يمتلك مفتاح أحداث التنمية في ضغطة وأحداث النمو في الضغطة الأخرى. لا، مدينة سايلو للصناعات الغذائية النهاردة اللي اشرت حضرتك حالا ان حصولها على من موسوعه جينز على هذا تحقيق رقم قياسي، وده مساله اعتقد اكيد. نعم طبعا امر غير عادي. كمان ايجاد فرص العمل، هو في مرحله اقتصاديه بتامن بتوجد وسائل كثيره للامن الغذائي الموجود من خلالها بعد هذا، وهذا بينعكس اجتماعيا. حضراتكم تعلموا جميعا في الظروف الاقتصاديه الغير عاديه او الازمات الاقتصاديه بتقصر النزاعات العائليه والخلافات ولا قدر الله الوصول الى حالات الطلاق وتشرد الابناء، ازمات كتير. الازمه الاقتصاديه المعالجات دي مسألة هامة، لكن دكتور مدحت عفوا، يعني فكرة استفادة من هذه المشروعات في تحقيق التنمية المستدامة بتؤكد على أن الكوادر البشرية هي ركيزة حقيقية لهذه التنمية. فاعتقادك هذه المشروعات كيف تسهم بشكل أو بآخر في فتح متنفس جديد لفرص العمل والكوادر البشرية، حتى يعني يتسنى لنا أن نحدث نقلة نوعية في الحراك الاجتماعي كما ذكرت طبعا، وليه تأثير بشكل كبير جدا أو مردود من خلال التحديات الاقتصادية اللي ممكن تكون مصر بتعاني منها؟ ما رأيته اليوم وما سبق لي أن رأيته من عدة شهور، قد تكون على في زيارة سريعة لمدينة السادات وما جوارها ومرورا بهذه المدينة. لا، حجم العمل وحجم المصانع، احنا بنتكلم حضرتك عن 850 فدان ما زال في المراحل الاولى، استغلينا 150,000 فدان. نعم معايا حضرتك 850. نعم. استغلينا 150 حجم المصانع الموجود وحجم الطيارات والاصول الموجوده هناك، لا توحي بعمل، يمكن ليس لدي رقم دقيق في حجم العماله الموجوده، كاكاديميين بنتحفظ حينما لا يكون الرقم دقيقا عندي، لكن من اللي انا شايفه كانسان لا اتاحت فرص عمل غير عاديه، حركه العماله. واكتشفت كمان حاجه يمكن حضرتكم برضه عرفتوها، مش هو اكتشافي لوحدي، ان هنالك مدينه متكامله، هنالك عمل مستمر. صحيح صحيح. 3 ورديات يوميا، هنالك مبيت للعاملين جميعا، من القائد لاحدث عامل موجود وما الى ذلك، هي نقلة حضارية. طب في اعتقادك هل تحدث حالة من التشبيك ما بين مؤسسات الدولة المختلفة، سواء القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات حتى المجتمع المدني رجال الأعمال، أن يكون في حالة من الاندماج بين يعني مؤسسات الدولة المختلفة بمختلف شرائحها، وبالتالي ده فتح آفاق جديدة لتحقيق تنمية حقيقية في هذه المنطقة؟ أصبت حضرتك بالفعل.
ما يطلق عليه الشراكه ما بين القطاعين العام والخاص بي بي بي. صحيح. هو هذا نموذج مشروع اليوم. نموذج للتنميه المستدامه؟ نعم. نموذج لرأب الصدع والفدوات نعم. هو نموذج راقي يجمع ما بين كل هذا وذاك، ولكنه في اطار عملي. هذه المشروعات النهارده تغطي ما يقرب من ثلث التكلفه التي صرفت علينا خلال هذه الفتره. وهو ونماذجنا على هذا المنوال ستشجع الاستثمار العربي وستشجع الاستثمار الاجنبي، خاصه ان الخطه المصريه الحاليه هي خطه علميه عمليه تفتح ابعاد او شراكات مع ابعاد مختلفه مع افاق مختلفه. صحيح. بشكرك دكتور مدحت الصالح استاذ التنميه المستدامه، شكرا جزيلا لك.